الو، تفضل اخ رياض. يسعد اوقاتك استاذ مازن، اهلا وسهلا، تفضل. تحيه لك ولضيوفك. اهلا وسهلا الاستاذ الكريم. اذا بدنا نرجع لاساس رياض. المشكله بالسابق، سابقا لا كان عندنا لا جي بي اس ولا في حتى المسؤولين عن النقل ما كنا بنعرف اسمائهم. نعم. اذا اجى الموضوع نتيجه قرار خاطئ بانه صار المازوت ينباع بسعره. نعم. هني القرار الخاطئ هلا هذا يمكن تجاوزنا تماما. تفضل. شو يعني المشكلة؟ لا، رغم انه صار في زياده بعدد الباصات واستوردوا وما زالت المشكله قائمه حتى بالجي بي اس. امبارح من اوستراد الثوره عند جامع الخلفاء الراشدين لتوصل فيها لمشفى سويد، هذا المدى اللي انا مشيت فيه. والناس متنشره على الطرقات الدائره الشماليه على مفرق الدعتور، كان في بيعبي اربع سرافي. يعني اسا الجي بي اس ما اشتغل شغله ولا شفنا شعار الواقع. انا ما احكي ضمن المدينه. نعم. انا بالريف ما بعرف شيء. تمام. الاستاذ الكريم. تمام. فيعني الموضوع هو اجى نتيجه قرار خاطئ لسد ثغره ما فتحوا علينا هالفوضى كلياتها. تمام. ولحد الان ما تم السيطره. سرافيس الدعتور الساعه 10:11 انا ما اشوفه في عندنا بالمنطقه. نعم. ما تكون طالعه ليبيه حاط سرافيس قدام البيت وسرافيس دائري شمالي وغيره وغيرات ما نسمي، بالاضافه لتعاقد في شيء مع الروضات، في شيء مع اماكن ثانيه، في شيء ما يوزع جمله. تمام. وصلت الفكره. الاستاذ دوريب بده يرد. اخي يعني اخي رياض اذا سمحت. اخي رياض الموضوع هذا خليك رياض خليك معي اذا سمحت. بما يخص وجود سعرين ام ثلاث اسعار، هذا ليس من اختصاص المحافظه وانما قرار مركزي نحن نقوم بتنفيذه كسلطه تنفيذيه في المحافظه هذا الامر. أما بما يخص تركيب الجي بي اس وأنه لم يفعل شيئا، هذا القرار نفذ في جبلة، اللاذقية جبلة واللاذقية القرداحة والقرداحة الأرياف، تم الفرز والرسم والمتابعة بشكل ميداني. الدائري الشمالي لسه ما طبق جهاز تطبق. تم الانتهاء، قسمت المحافظة إلى مجموعة، إلى ثماني مجموعة، تم تركيب ثلاثة مجموعات، والمجموعة الثالثة كان الدائري الشمالي هو الخط الأول بها. خلال 48 ساعة سيتم تفعيل أجهزة التتبع على خط الدائري الشمالي وعلى خط سوق الهال، ومن ثم سننتقل إلى الدعتور تركيبا ومن ثم تفعيلا. خلال شهر بأقصاه ستكون المحافظة ضمن مراقبة أجهزة التتبع بموجب نقاط مراقبة من المحافظة وبإجراءات دائمة ومتابعة حسيسة في وحدة الآليات الحكومية للمحافظة. تمام. الله يعطيك العافية استاذ. بالنسبة للأسعار، الأسعار كمان ما أنا مضبوطة. استاذ لأقول لك شغلة، مكاتبنا مفتوحة ولا يقف أي شخص على باب المكتب، كل أخ مواطن نتشرف به يأتي إلى المحافظة، مكتبي مفتوح ومكتب الزميل الدكتور معلى ابراهيم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلي موجود. الشكوى تقبل في مكتبي وتقبل في مكتبه، وتحال اتخاذ الاجراءات، ونأخذ رقم المواطن ونوافيه بصورة عن الضبط وبكل لحظة. طيب. اهلا وسهلا فيك اخي. مشكور جهودك. اهلا وسهلا فيك. شكرا. أهل